طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن قبيلة من القبائل الإفريقية، هي قبيلة الهمبا. قبيلة الهمبا هي قبيلة إفريقية بدائية تستوطن شمال مدينة شمال وشمال غرب دولة ناميبيا، تلك الدولة التي تقع جنوب غرب القارة الإفريقية. وتعد ناميبيا من أقل دول العالم كثافة بالسكان وأكثرهم هدوءا واستقرارا من الناحية السياسية. قبيلة الهيمبا من أوائل القبائل التي استوطنت تلك الأراضي، ويتراوح عددهم ما بين 40 إلى 50 ألف نسمة، ويعتقد أنهم فروع منحدرة من الشعوب الهيريرو التي انتقلت في القرنين الخامس والسادس عشر الميلادي من بوتسوانا، واستقرت في شمال ناميبيا ليعيشوا هناك معتمدين على الصيد وتربية المواشي. احتفظت هذه القبيلة ببدائيتها وحياتها خارج نطاق الحياة الحديثة التي نعيشها الآن، متمسكين بتراثهم التقليدي القديم ومحافظين على عادات وتقاليد أجدادهم الأوائل، ويعيشوا وفقا لطقوسهم الخاصة بهم دون أن يتأثروا بالمجتمع المتقدم الذي يحيط بهم. يتميز تاريخ هذه القبيلة بامتلائه بالكوارث والحوادث المهلكة من جفاف وقحط وصراعات وحروب، ولا سيما في فترة حروب الاستقلال الناميبية، وكذلك الصراع الداخلي مع دولة أنجولا، كذلك حملة الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها مع باقي جيرانهم من قبل الألمان الذين كانوا مستعمرين لتلك المناطق. في عام 1980 سادت مناطق تواجدهم حالة من القحط الشديد، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 90% من قطعانهم، مما دفعهم للهجرة الجماعية إلى منطقة أوبو ليعيشوا في المناطق العشوائية هناك. هذه الحادثة كانت على وشك أن تؤدي إلى انقراض طبيعة وتراث القبيلة من الوجود، لكن بدءا من عام 1990 بدأت قبيلة الهيمبا بالعودة إلى أرضهم التاريخية القديمة والبدء بالعيش من جديد هناك وفقا لطريقتهم وأسلوبهم الخاص بهم. في قبيلة الهيمبا تلعب المرأة دور أكبر مما يلعبه الرجل، وأغلب الأعمال والأنشطة التي تتطلب جهد تقوم بها نساء القبيلة وليس رجالها، في تربية المواشي وحلبها وإحضار الماء من الأنهار للقرية من شأن النساء، كذلك جلب الحطب وبعض الصناعات اليدوية وبناء المنازل وتربية الأطفال من اختصاص النساء. وتتعاون نساء القبيلة فيما بينهن لأداء هذه الأعمال، وفي كثير من الأحيان قد تجد إحدى النساء تبرعت لتعتني وترعى أطفال نساء أخريات إلى جانب أطفالها. أما الفتاة الصغيرة فحين تصل لسن البلوغ يتم الاحتفال بها وسط أجواء روحانية خاصة بهم، حيث تؤخذ إلى المكان المقدس بالقبيلة والمخصص للشعائر الدينية التي يؤمنون بها، وتبقى هناك جالسة في حماية الأجداد حتى قدوم رفيقاتها وقريباتها إليها، وهن يحملن هدايا لها فرحا ببلوغها ووصولها للسن الذي تستطيع أن تتزوج وتنجب فيه. ومن أغرب ما يواجه المرأة في هذه القبيلة أنها عندما يقترب موعد ولادتها تقوم بمغادرة القرية برفقة امرأتين لتلد في الخارج، ومن ثم تعود مع مولودها لتبدأ عندها احتفالات طهور الصبي، وتعتبر ولادة التوائم أمرا منبوذا عندهم، فهو بالنسبة لهم غضب من الأجداد ولعنة على المرأة والتي يعتقد وفقا لأفكارهم أنها قد حملت من رجلين في آن واحد. ومن أحد الأمور التي تميز نساء هذه القبيلة عن غيرهن من النسوة هو استعمالهن لخليط يصنعنه بأنفسهن من دهن الماعز وأكسيد الرصاص وبعض أنواع النباتات، مع خلطها ببعض الروائح الزكية للاحتماء بها من أشعة الشمس المحيقة، وكذلك لحماية أنفسهن من الحشرات، مما يعطي لأجسادهن لونا أحمر يرمز عندهم إلى بركة الأرض التاريخية التي يعيشون عليها وإلى دم الإنسان والذي هو رمز الحياة عندهم. أما الرجال فقليلا ما تجدهم في القرية، وفي أغلب الأحيان يكونون في الحانات يشربون الخمر أو يذهبون إلى المدن بحثا عن عمل، ورجل لا يكتفي أبدا بزوجة واحدة وإنما له عدة زوجات والكثير من الأطفال. والديانة في قبيلة الهيمبا هي ديانة توحيدية تقدس أرواح الأجداد الميتون، فإلههم اسمه موكورو. موكور إله واحد خالق لكل شيء في الوجود، ولكنه إله بعيد لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال أرواح الأجداد الذكور فقط.
الذين يتحولون بمجرد موتهم إلى كائنات مقدسة، والنار المقدسة تمثل حلقة الوصل بين الحياة وأرواح الأجداد، لذا تظل مشتعلة دائما ويتم الاهتمام بها من قبل زعيم القبيلة، والذي يعد الصلاة حولها ويطلب البركة والرحمة من الأجداد، ويعتبر الاهتمام بها بهذه النار من إحدى واجباته الأساسية. للشعر عند هذه القبيلة أهمية خاصة، فلكل تسريحة دلالاتها ولكل عمى تسريحته. النساء يقمن بعمل جدائل لشعورهن، ثم يقمن بصبغها بالمزيج الذي يصنعونه من دهن الماعز وأكسيد الرصاص وبعض النباتات، ليأخذ بذلك لونا أحمر يتطابق مع لون أجسادهن المصبوغة بنفس اللون. وعدد الضفائر تختلف باختلاف الحالة الاجتماعية لكل واحدة منهن، فالفتاة الصغيرة الغير بالغة تمتلك ضفيرتين اثنين كبيرتين تنسكبان على جبينها، أما الراشدة فتزداد أعداد ضفائرها وتصبح أصغر في الحجم، وعندما تتزوج تضع على رأسها تاج صغير مصنوع من جلد الماعز، دلالة على دخولها للحياة الزوجية. أما الرجال فلا يصبغون شعورهم، ولكنهم يملكون قبل البلوغ ضفيرة واحدة تنسدل على الجبين، وعند بلوغهم يتم توجيهها بشكل منحني نحو الخلف على شكل ذيل، وعند الزواج يضع الرجل على رأسه عمامة تخفي شعرهم. وفي هذه القبيلة لا يلبسون سوى القليل جدا من الثياب على أجسادهم، فالمنطقة العليا من الجسد البطن والصدر تكون عارية تماما عند الذكور والإناث على حد السواء، أما المنطقة السفلية فيتم تغطيتها فقط بتنورة قصيرة جدا مصنوعة من جلد الماعز. أما من حيث الزينة فتتزين النساء ببعض الإكسسوارات التي يصنعنها بأنفسهن، سواء من العظام أو النحاس أو جلود الحيوانات يضعونها في رقابهم وأيديهم، كما إنهن يضعن خلخالا في أسفل قدمهن للحماية من لدغات الحشرات السامة. وعندما تزوج الأم إحدى بناتها فإنها تزيل الخلخال الموضوع في القدم اليسرى لمدة عام.